Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Ah, je regarde le Bernard. Thank you.
هناك دورية مشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية وقادة من قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة وأيضا ضباط من حكومة دمشق. الآن هناك دورية مشتركة تتجول داخل حي الطي ومناطق التماس بين مرتزقة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي في قامشلو داخل الحي. كما تشاهدون هذه هي الدورية المشتركة الآن، يرافقها أيضا تحليق لمروحيات الشرطة العسكرية الروسية. بدون التحليق Thank you.
خلي صور علي بس مين نبدا ما نسيت فوتي دايني ولا فوتي طبعا